السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف أغرب العادات للزواج في العالم، وهنعدي ونمر على عدة دول وهنعرف عادات غريبة مرتبطة بالزواج. هنبدأ بالصين. الصين نجد إن أهل العروسة بيطلبوا من العروسة في يوم الفرح إن هي تطلع فوق الشجرة، وأهل العروسة بيكون معاهم عصيان، وبيمنعوا العريس إن هو يجيب العروسة من فوق الشجرة. هم عايزين يشوفوا تصرف العريس، وهل هو بيحب العروسة، وهل هو شجاع ويقدر يجيبها من الشجرة ويتسلق الشجرة. برضو من ضمن العادات في الصين إن العروسة قبل الزواج، قبل الفرح بشهر، كل يوم لازم تبكي، مش لوحدها، معاها الأم بتبكي والجد أيضا بتبكي. دلوقتي هنشوف دولة أندونيسيا وإيه العادات الغريبة اللي بتحصل في يوم الزفاف، يوم الزواج. نجد في هذا اليوم ممنوع على العروسة ان هي تمشي على الارض، لازم العريس يحملها ويشيلها على كتفه في كل المشاوير، من البيت لحد مكان الزفة، مكان الفرح. دلوقتي هنعرف في كوريا الجنوبية ايه العادات الغريبة الخاصة بالزواج. اهل العريس بيخلعوا حذاء العريس، بيقلعوا الجزمة ويضربوا رجله بالعصاية عشان يشوفوا العريس ده قوي ولا ضعيف. في كينيا في عادات غريبة في الزواج، ابو العروسة بيقوم بالبصق على ابنته، يعني يتف، الله يعزك، يتف عليها. ليه؟ الأب بيعتقد إن ده هيجلب لها الحظ وهيديها الحظ في الحياة الزوجية وتبقى حياتها سعيدة. في ألمانيا أهل العروسة يقوموا بتكسير الأواني الفخارية اعتقادا منهم بأن الحظ سيأتي عند كسر الأواني الفخارية. وبكده عرفنا أغرب العادات الخاصة بالزواج في بعض دول العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.